ولنقاش ملف الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان وانعكاساتها على الوضع السياسي، ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة اللبنانية بيروت رئيس تحرير صحيفة لبنان عربي الإلكترونية الأستاذ مصطفى العويك. أهلا بكم سيدي. أهلا بك. في ظل تفاقم الغضب الشعبي في لبنان وتأكيد على استمرار الحراك الرافض للأوضاع المعيشية بعد رفع سعر المحروقات والخبز، هل برأيكم هناك من يحاول تأجيج الوضع في لبنان بقرارات مقصودة أو غير مقصودة؟ بس لو تسمح الجزء الأخير من السؤال، ما تمكن من سماعه. صوتك غير واضح أستاذ مصطفى، هل ما زلت معنا على الخط؟ كنت أقصد أن الجزء الأخير من السؤال لم أتمكن من سماعه. نعم، كنت أسألك عن الأطراف المسؤولة عن هذه الأزمة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ومن المستفيد منها؟ هل هناك أطراف محددة مسؤولة عنها؟ الأزمة اليوم مسؤول عنها كل من هو في السلطة، كل من هو في الحكومة التي استقالت جراء تغيير أربعات، وكل الأحزاب أيضا التي كانت في السلطة قبل أن تكون مشاركة في هذه الحكومة، على اعتبار أن كل الأحزاب والقوى السياسية كانت مش التي كانت تتشكل في لبنان منذ الدوحة إلى صح القول حتى تاريخي، وبالتالي كل هذه القوى كل هذه الاحزاب هي مسؤوله عما وصل اليه لبنان وعما عن الازمه الاقتصاديه الخانقه التي يتخبط بها، وبطبيعه الحال المسؤوليه الكبرى يعني في سلم المسؤوليات تقع على عاتق رئيس الجمهوريه والحلف الذي يغطيه في السياسه اي حزب الله بشكل كبير وبشكل اساسي. وجه آخر من هذه الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطن هي الأزمة الدوائية أو أزمة عدم توفر الأدوية ومنها لقاحات الأطفال، ما الهدف من استهداف هذه الأنواع من المواد التي يحتاجها الأطفال أو المواطن عموما من الأدوية للأمراض المزمنة؟ سيدتي، هو يعني موضوع القطاع الصحي بشكل عام ليس فقط لقاحات الاطفال، وانما ايضا الادويه المزمنه للكبار كبار السن، سواء ادويه الضغط او ادويه السكر وما الى ذلك من الامرضه يعني المزمنه. هذه تختلف لها شقين، الشق الاول يتم شراؤها من عن طريق مصرف لبنان على السعر الرسمي 1500، ثم بيعها الى الدول الاخرى لقبض كسوانات فريش دولار ماني يعني طازجه، وبالتالي تصريفها بالسوق اللبنانيه على السعر 18000، يعني نتحدث هنا عن فرق يكاد يكون 17000 ليره لبنانيه. يبدو اننا فقدنا الاتصال مع مصطفى العويك وهو رئيس تحرير صحيفة لبنان العربي الإلكترونية، حدثنا عبر الهاتف من بيروت.